بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. نستكمل اليوم منحنى السرعة الزمن، وستناول بعض التدريبات في هذا المنحنى، ثم ننتقل إلى كمية أخرى من كميات الحركة وهي التسارع. هذا من التدريبات الجميلة جدا في الحقيقة. لدي 4 جسيمات، لكل جسم منها رسم بياني خاص به. لنرقم هذه الرسوم البيانية، فلنذكر بأن هذا مثلا الرسم رقم 1، وهذا الرسم رقم 2، 3، 4، 4 رسوم بيانية. أي من هذه الرسومات الجسم فيه يتحرك بسرعة ثابتة؟ لنبدأ بالرسم الأول. في الرسم الأول، سرعة الجسم عند الزمن 0 تساوي 10، عند الزمن 1 أيضا 10، عند الزمن 2 أيضا 10 متر لكل ثانية. إذا في الرسم رقم 1 السرعة ثابتة. في الرسم الثاني ما الذي يحدث؟ سرعة الجسم هنا 0، سرعة الجسم على سبيل المثال بعد 1 ثانية ستكون حوالي 12 متر لكل ثانية، بعد 1.5 ثانية ستكون ربما 27 متر لكل ثانية، أي أن السرعة تزداد. هل زادت بانتظام؟ هل خلال الثانية الأولى زادت بنفس مقدار زيادتها في الثانية الثانية؟ نحتاج إلى القليل من التفصيل، فلو أخذنا 0.5 ثانية على سبيل المثال، في 0.5 ثانية الأولى السرعة كانت حوالي 4 متر لكل ثانية، إذن السرعة 4 في 0.5 ثانية الأولى، في 0.5 ثانية الثانية أصبحت السرعة 12، إذن زادت كم في الثانية؟ زادت حوالي 8 متر لكل ثانية. بعد 0.5 دقيقة أخرى أصبحت السرعة حوالي 24 أو ربما 25، أي في 0.5 ثانية زادت ربما 12 متر لكل ثانية. هنا لو قلنا بأن هذه 24 متر لكل ثانية، فالسرعة في 0.5 ثانية الأولى زادت 8، في 0.5 ثانية الثانية زادت 12. إذن لا تزداد بانتظام أو لا تزداد بتسارع ثابت، إذن تزداد بتسارع متغير. لننظر إلى الشكل الثالث. في هذا الشكل، هذا هو منحنى السرعة المتجهة الزمن منطبق على المحور X. ما معنى منطبق على المحور X؟ أي أن السرعة هنا عند الثانية الأولى السرعة 0، عند الثانية الثانية السرعة أيضا 0. جميع نقاط المنحنى منطبقة على المحور X، أي أن سرعته في جميع اللحظات تساوي 0. ماذا نعني بأن السرعة تساوي 0؟ نعني بأن الجسم ساكن. السرعة 0 أي أن الجسم لا يتحرك. هنا في الشكل الرابع، سرعة الجسم تزداد لأن بدأت السرعة من 0، بعد 1 ثانية أصبحت السرعة 10 متر لكل ثانية، بعد 2 ثانية أصبحت السرعة 20 متر لكل ثانية، وهكذا. أي أن السرعة هنا تزداد بتسارع ثابت. ما معنى بتسارع ثابت؟ في هذه الحالة السرعة تزداد في كل ثانية 10 متر لكل ثانية، فيكون لدي تسارع 10 متر لكل ثانية تربيع. إذن سنعود للإجابة على الفقرات. الفقرة A، أي هذه الجسيمات تتحرك بتسارع أو بسرعة ثابتة؟ هذا الشكل رقم 1.
في الفقرة بي، أي الجسيمات تتحرك بسرعة تتزايد بانتظام، تزداد في كل ثانية بنفس المقدار. هذا الرسم رقم 4. سي تتزايد بسرعة تتزايد بمعدل غير منتظم، هنا ذكرنا بأن الشكل 2 بسرعة 0 أي ساكن، هنا الشكل بالتأكيد 3. سنرى اختلافات كبيرة بين منحنى السرعة الزمن ومنحنى الموقع الزمن. ننظر إلى هذا التدريب. هذا الرسم البياني يمثل حركة جسم. هل سرعة هذا الجسم ثابتة أم متغيرة؟ ممتاز. هنا كان للجسم سرعة عالية، هنا السرعة أقل، وهنا أقل، وهنا أقل. إذن السرعة متغيرة، سرعة هذا الجسم هي متغيرة. إذا كانت سرعته متغيرة، حدد هل تزداد أو تقل مع مرور الزمن. كما ذكرنا في البداية كانت سرعته كبيرة، ثم قلت وقلت وقلت. إذن تقل السرعة، تقل مع مرور الزمن. الفقرة الأخيرة من التدريب، هل معدل تغيرها في كل ثانية يزداد أم يقل؟ هنا السرعة، هنا نحتاج إلى القليل من التدقيق. ننظر إلى هذه النقطة على سبيل المثال، ذكرنا افترضنا أن هذا واحد ثانية، واحد ثانية بهذا الشكل. فلننظر إلى سرعة هذا الجسم. عند الزمن 0 لم تظهر لي السرعة هنا، عند 1 ثانية السرعة بهذا الشكل، عند 2 ثانية السرعة بهذا الشكل، أي أنها نقصت خلال من 1 ثانية إلى 2 ثانية بهذا المقدار. هنا هذه الثانية الثانية، هنا الثانية الثالثة، نقصت بهذا المقدار. في الثانية الرابعة نقصت بهذا المقدار. بمعنى في الثانية الأولى كان التغير كبير في السرعة، ثم أصبح أقل، ثم أصبح أقل. إذن هل معدل تغيرها في كل ثانية يزداد أم يقل؟ يقل. معدل التغير في كل مرة يقل. متى، يعني سؤال، لو كان معدل التغير في السرعة ثابت، كيف سيكون المنحنى؟ سيكون المنحنى بهذا الشكل على خط مستقيم. هذا المنحنى على شكل خط مستقيم، يعني أن إيه؟ تسارع ثابت، أو سرعة تتغير بانتظام، ليست منتظمة ولكنها تتغير بانتظام. أو إذا كان المنحنى بهذا الشكل، أي إذا كان المنحنى على شكل خط مستقيم، معناها أن التسارع ثابت سواء بالموجب أو بالسالب. استخدام منحنى السرعة الزمن، نستطيع استخدام منحنى السرعة الزمن في معرفة الكثير من الأشياء. على سبيل المثال، معرفة سرعة الجسم عند زمن معين، ولعلنا ذكرناه سابقا، لكن لنلقي نظرة على هذا المنحنى لمحاولة فهم ما يحدث. هنا في هذا المنحنى الجسم يتحرك بسرعة متزايدة بانتظام، بتسارع ثابت، أي بتسارع ثابت. ثم ماذا حصل في هذه المنطقة؟ ما رأيكم؟ ممتاز، ثبتت السرعة عند 14 متر لكل ثانية. ثم ماذا حصل خلال هذه المنطقة؟ أصبحت السرعة تزداد، وأيضا بانتظام أو بمعدل ثابت لأنه خط مستقيم. ماذا حصل عند هذه المنطقة؟ أصبحت السرعة تقل. هنا السرعة 20 متر لكل ثانية، هنا السرعة 10، هنا السرعة 6، هنا السرعة 0. توقف الجسم في النهاية.
متى توقف الجسم؟ إذا سألت سؤال متى كان الجسم متوقف، فسنقول بأن الجسم كان متوقفا في نقطتين هنا، عند 44 ثانية وعند 0 ثانية، لأن قيمة السرعة عند هاتين النقطتين كام؟ 0. معرفة الزمن الذي تكون عنده السرعة بقيمة معينة، وصف اتجاهات الحركة، هل الجسم يتحرك شرق أم غرب، وسنسجل هذا الموضوع. حساب الإزاحة أيضا سنسجله. تحديد هل الحركة منتظمة أو غير منتظمة، متى تكون الحركة منتظمة؟ إذا كانت السرعة ثابتة ففي هذا الشكل، أين كانت الحركة منتظمة؟ فقط في هذه الفترة الزمنية، عندما كان المنحنى موازي لمحور X. تحديد زمن الوقوف بعد الأحداث، مثل متى عكس الجسم اتجاه حركته، متى توقف، وسنرى ذلك بإذن الله. ملاحظة، عندما تكون الإشارة بالسرعة موجبة، فهذا يعني بأن الجسم يتحرك باتجاه الموجب أي شرقا. عندما تكون إشارة السرعة سالبة، فهذا يعني بأن الجسم يتحرك في الاتجاه السالب أي غربا أو جنوبا حسب الافتراض. سنبدأ بالتعرف على منحنى الموقع، على المنحنى عفوا، السرعة، الزمن بشكل أكبر في هذه التدريبات. التدريب الأول يصف حركة دراجة هوائية بافتراض الاتجاه الموجب للحركة شرقا، أجب عن التالي: في أي الفترات الزمنية كانت الدراجة تتحرك شرقا؟ الجواب: عندما كانت قيمة سرعتها موجبة. متى كانت قيمة السرعة موجبة؟ لنبدأ من البداية، من الزمن صفر. عند الزمن صفر السرعة كانت سالب 10، إذن الدراجة هنا تتحرك غربا. طيب هنا أيضا قيمة السرعة سالبة، هنا قيمة السرعة سالبة، هنا أصبحت قيمة السرعة كام؟ صفر. ثم أصبحت قيمة السرعة موجبة 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 إلى آخره. إذن في الفترة الأولى من صفر ثانية وحتى واحد ثانية كانت الدراجة تتحرك غربا، ثم وصلت إلى السرعة صفر أي أنها توقفت للحظة، هنا توقف، ثم بدأت أو عكست اتجاه حركتها نحو الشرق، لأن السرعة في هذه المرحلة أصبحت موجبة وتزداد أيضا كما تلاحظون السرعة في الاتجاه الموجب للحركة. ثم أصبحت السرعة ثابتة لهذه المرحلة، ثم أصبحت السرعة تتناقص في هذه المرحلة، تتناقص ولكن بالموجب، أي أن السرعة هنا قيمتها 20، هنا قيمتها 10، 15، 5، كلها بالموجب، لا زالت بالموجب. إذا فهي تتحرك نحو الشرق، لا زالت تتحرك نحو الشرق. إذا في هذه المنطقة من هنا إلى هنا، كل هذه المناطق الحركة كانت باتجاه الشرق، اتجاه الموجب، لأن قيمة السرعة موجب. حتى وصلت هذه اللحظة أصبحت السرعة كام؟ صفر، أي توقفت للحظة أيضا. ثم بدأت سرعة هذه الدراجة تصبح بالسالب، وهذا يعني بأنها بدأت تتحرك غربا أو عكست اتجاه الحركة. إذا هذه الحركة نحو الغرب، وهذه اللحظة لحظة توقف وعكس اتجاه أيضا، بينما المنطقة الزرقاء هذه كانت الدراجة تتحرك نحو الشرق. إذا في أي الفترات الزمنية كانت الدراجة تتحرك شرقا من هنا إلى هنا، أي من الزمن at t
تي يساوي من الزمن 1 ثانية إلى الزمن 4.5 ثاني. في أي الفترات الزمنية كانت الدراجة تتحرك غربا من 0 إلى هنا إلى 1 ثانية، ثم من 4.5 ثانية إلى 5 ثواني؟ إذا آت تي يساوي 0 ثانية إلى 1 ثانية، تو تي تساوي 1 ثانية، and و من 4 at تي يساوي 4 ثواني إلى تي يساوي 5 ثواني. عفوا، ليست 4 ثواني ولكنها 4.5 ثواني، 4.5 ثانية إلى 5، لأن هذه النقطة على بعد 4.5 ثانية وليست على بعد 4 ثواني. في الفقرة سي، متى عكست الدراجة اتجاه حركتها؟ ذكرنا بأن الدراجة قد عكست اتجاه حركتها عند نقطتين، عند 1 ثانية وعند 4.5 ثانية. إذن at تي تساوي 1 ثانية and at تي تساوي 4.5 ثانية. ننتقل الآن إلى كمية أخرى في ضمن كميات الحركة، وهي التسارع. ما معنى تسارع؟ التسارع كلغة عربية يعني زيادة في السرعة، ولكن في الفيزياء التسارع هو تغير في السرعة. أي أن هذه السرعة ممكن أن تزداد أو ممكن أن تقل كمقدار. فتعريف التسارع هو متوسط تغير السرعة المتجهة اللحظية بالنسبة للزمن، أي في كل ثانية كم ستتغير السرعة، وهو كمية متجهة، قد يكون موجب في الاتجاه الموجب للحركة أو سالب في الاتجاه السالب للحركة، ويقاس بوحدة متر لكل ثانية تربيع في النظام الدولي للوحدات. لماذا هذه الوحدة؟ من القانون، فقانون التسارع ويرمز له بالرمز A يساوي معدل تغير السرعة على الزمن أو معدل تغير الزمن، بمعنى دلتا V معدل تغير السرعة تساوي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية على الزمن دلتا تي. لحساب التسارع، لو افترضنا على سبيل المثال بأن جسم كانت سرعته الابتدائية 20 متر لكل ثانية، وأصبحت سرعته النهائية 30 متر لكل ثانية، إذا نطرح السرعة الابتدائية من السرعة النهائية، وأن هذا التغير حصل في خلال ثانيتين على سبيل المثال، فيكون التسارع يساوي 30 ناقص 20 ويساوي 10 متر لكل ثانية على الزمن 2 ثانية، أي أن التسارع سيساوي 5 متر لكل ثانية في الثانية الواحدة، أي ثانية تربيع، أي أن سرعة هذا الجسم تتغير بمقدار زائد 5 متر لكل ثانية تربيع. من أين أتت هذه الوحدة؟ طبعا وحدة متر لكل ثانية على الثانية فتساوي متر لكل ثانية تربيع. يمكن أن نفصل فيها قليلا،
وحدة التسارع تساوي وحدة السرعة على وحدة الزمن. وحدة السرعة متر لكل ثانية على وحدة الزمن، أي تقسيم وحدة الزمن وهي ثانية، ويساوي متر لكل ثانية. عند قسمة الكسور نحول القسمة إلى ضرب ونقلب الكسر الآخر، فتصبح بدل ثانية تصبح واحد على ثانية. متر ضرب واحد متر على ثانية ضرب ثانية، ثانية تربيع. إذا وحدة التسارع متر لكل ثانية تربيع. إذا هذا هو قانون حساب التسارع وكل الكميات بالوحدات الدولية. لو نظرنا إلى هذا الشكل فنجد أن لدينا جسم سرعته الابتدائية Vxi initial وسرعته النهائية Vx final تغيرت، والجسم سرعته كانت تتغير بشكل غير منتظم، أي لا يوجد تسارع ثابت. لكن عندما نحسب التسارع المتوسط، تذكروا أن هذه الإشارة تعني متوسط، فيكون هذا هو التسارع المتوسط على خط مستقيم. حسبنا تسارع متوسط وليس تسارع لحظي في هذه الحالة، بقسمة فرق السرعة على فرق الزمن. تأثير التسارع في السرعة اللحظية: إذا كان التسارع في اتجاه السرعة تزيد السرعة، بمعنى لدي هنا جسم سرعته الابتدائية Vi وسرعته النهائية V final. نلاحظ من طول السهم بأن السرعة النهائية أكبر من السرعة الابتدائية، أي أن مقدار السرعة قد زاد باتجاه اليمين. التسارع في نفس الاتجاه، إذا السرعة باتجاه اليمين، السرعة باتجاه اليمين، والتسارع أيضا باتجاه اليمين، فلهذا تزداد السرعة. ماذا لو كانت السرعة باتجاه اليسار والتسارع باتجاه اليسار؟ أيضا ستزداد السرعة كمقدار، يعني هنا على سبيل المثال كانت السرعة سالب 5 متر لكل ثانية، ثم أصبحت على سبيل المثال 10 متر لكل ثانية في نفس الاتجاه نحو اليسار. أما لو حدث العكس، أي كانت السرعة باتجاه اليمين هنا والتسارع باتجاه اليسار، فإن السرعة تقل، فهنا السرعة كانت كبيرة وأصبحت صغيرة لأن التسارع نحو اليسار بينما السرعة نحو اليمين، أو السرعة موجبة والتسارع سالب. بنفس الطريقة هنا السرعة كانت كبيرة وأصبحت صغيرة، لماذا؟ لأن السرعة باتجاه اليسار بينما التسارع باتجاه اليمين. إذا قاعدة مهمة جدا جدا: إذا كان التسارع في نفس اتجاه السرعة فإن مقدار السرعة سوف يزيد في نفس الاتجاه، أما إذا كان التسارع عكس اتجاه السرعة فإن مقدار السرعة سوف يقل في نفس الاتجاه، وقد نصل إلى مرحلة يعكس فيها الجسم اتجاه حركته. بمعنى هذا التسارع أثر على السرعة فأصبحت صغيرة، ثم ستصبح أصغر إذا استمر التسارع نحو اليسار، ثم ستصبح أصغر، ثم ستصل إلى الصفر، ثم ستعكس السرعة اتجاهها، أي أن الحركة ستعكس اتجاهها إذا استمر التسارع عكس اتجاه الحركة. نتوقف هنا وسنكمل بعض التدريبات حول التسارع في اللقاء القادم بإذن الله تعالى،
دمتم بخير.